بيسين مع جمعية فضالة، وكنشكرها بزاف، وكنشكر لسامير بزاف، وكنبغي هادشي تعاود مرة أخرى باش نزيدو لقدام إن شاء الله يكون تطور كبير إن شاء الله من هنا لقدام. كنشكر الرئيس ديالنا، كنشكر لسامير على الاستضافة، على حسن الاستضافة وعلى حسن المعاملة، تبارك الله عليهم، وإن شاء الله كنتمنى تعاود تكرر مرة أخرى، لأن فيها لا كونديسيون فيزيك، فيها أن سولاجمون ديال لو كور لا بيسين، وي داخل في الرياضة. نقدر نقول لك راه ماشي غير الناس ديال الجرى، الناس ديال الكرة، الناس ديال التيكواندو، كلشي، لأن هاد مثل هاد المبادرات كيساهموا في نشاط الجو ديال هاد الوليدات، وكيساهموا في لي بيرفورمانس ديالهم، يعني في الحياة اليومية ديالهم، لأن دابا حنا مقبلين على واحد العام ديال الدراسة والعام ديال الرياضة. الشركة في إطار الاستمرار في الانفتاح ديالها على المحيط ديالها، وخصوصا في الشق الاجتماعي والشق المواطناتي، استمرت بالامكانيات المتاحه في على الجمعيات المحليه، الجمعيات الوطنيه، الفرق المحليه، الفرق في مجموعه من الانشطه، كره القدم، العاب القوى. اليوم تنستضفوا جمعيه فضاله العاب القوى، بقينا استضفناها الموسم الفارض، يستافدوا الاعضاء ديالها من المسبح اليوم، من الانشطه اللي تتقام هنايا في المركب، ونتمنى ان شاء الله للشركه مزيد من التالق، ومزيد يعني المستقبل يكون حافل، وترجع الوضع الطبيعي والاعتيادي ديالها ان شاء الله. دونك اليوم الحمد لله كنقضي واحد الوقت مع الوليدات في اطار الانشطه الترفيهيه والرياضيه لصالح الاطفال المنخرطين تحت لواء الجمعيه وتحت لواء الجامعه الوطنيه للالعاب القوى. والحمد لله اليوم كيمر واحد الاجواء زوينه رياضيه، وما يخفاش عليكم لان هذه المساله داخله في اطار التدريبات هذا لا بريباراسيون دو نو فيتورز اتليت ان شاء الله، باش يقدروا يديروا اوقات مهمه وانجازات من احسن الاحسن ان شاء الله. السلام عليكم، معكم جواد غندور، عداء بجمعيه فضاله للالعاب القوى. اليوم جابتنا الجمعيه هنايا لسامير من اجل السباحه في المسبح ديال لسامير، وهذا الشيء مزيان للوليدات هنا باش يقدروا يديروا السباحه ديالهم وكذا، مزيان للاتليت. وكنشكروا الجمعيه ديال فضاله للالعاب القوى، وكنشكروا لسامير على هذه المبادره الطيبه، لان فيها لا كونديسيون فيزيك، فيها ان سولاجمون ديال لو كور لا بيسين، وي داخل في الرياضه. نقدر نقول لك راه ماشي غير الناس ديال الجرى، الناس ديال الكره، الناس ديال التيكواندو، كلشي اللي في الخارج وداك الشيء كيديروا حصص ديال لا بيسين، ضروري ومهم سيرتو في هاد لا بيريود، لان لا بيريود دو بريباراسيون ما يمكنش دير لا بيسين في المومون اللي كيكونوا السباقات، كديروا في لا بيريود دو بريباراسيون. ولهذا كنتمناو للجميع، درنا هاد الفرصه هذه، تنشكروا فيها السيد الرئيس جمعيه فضلي العاب القوى، وكنشكروا جمعيات الشركه لسامير اللي تحت لنا هاد الفرصه لهاد الابطال. كاين اللي ما عمرو جا لا بيسين ولاول مره ديالو، وهذا الشيء كله من المجهودات اللي كيقوم بها السيد الرئيس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في شركة لسامير هادشي جا زوين، وجينا جابونا لابيسين وداكشي جا زوين، وجابو لينا الغدا وجابو لينا مناضات، وشكرا ليهم. السلام عليكم، اسمي شي طه الدار، عداء بجمعية فضالة على القوى. جينا اليوم لهاد الحصة هادي في مسبح لسامير والاستضافة للشركة، كنشكرو المسؤولين كاع اللي وقفوا على هادشي هذا كامل، وعلى راسهم رئيس الفرقه، وكاع لاي واحد اللي نظم هاد التفاعل الرياضي زوينه، كنشكركم. السلام عليكم، حنا مؤطرين مع جمعيه افق لالعاب القوى، جينا اطرنا هاد الوليدات هادو، بصراحه هادي بادره زوينه. من المنبر كنشكروا لسامير جزيل الشكر، بصراحه بادره زوينه، بادره طيبه.